مجلس الوزراء السعودي يجدد تأكيده لسعي المملكة إلى تحقيق الاستقرار في أسواق النفط. وزارة الإسكان السعودية تؤكد للعربية أنه تم توقيع عقود مع 10 مطورين عقاريين محليين لإنشاء نحو 50,000 وحدة سكنية في مدن الرياض وجدة والخبر. أرابتك المدرجة في سوق دبي تؤكد عدم وجود أخبار جوهرية تؤثر على السهم، وذلك بعد أن شهد سهمها ارتفاعات قوية في جلسة أمس.